ضيف عزيز علينا وهو الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت. أهلا بك أستاذ جمال، مساء الخير. مساء الخير أستاذ جمال بخيت. يا معتز، ازيك يا حبيبي؟ يا مساء الفل، أهلا وسهلا. ازيك يا معتز؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. اتفضل. بص يا معتز، أنت يعني أنا مش محتاج أعرف الناس عن يعني مواقفي تجاه العروبة وتجاه الشعوب العربية واحترامي الكبير لكل الشعوب العربية، وقبل كده حصل موقف الجزائر وإحنا كلنا وقفنا ضد اللي حصل من بعض الإعلاميين المصريين، إحنا نفسنا وقفنا ضدهم، واخد بالك؟ أيوة. اللي حاولوا يولعوا الدنيا بين الشعبين، واخد بالك؟ فدي مش محتاجة طبعا، طبعا المقدمة مش محتاج إن أنا أقولها. احترامنا لشعب الأردن ما هوش محتاج لأن الواحد يتكلم فيه، ولكن أنا الحقيقة هذا المشهد أنا بحمل الحكومة المصرية مسؤولية إهدار القانون لو خرجوا المجرمين اللي اعتدوا على الحكم، لو خرجوا من مصر دون محاكمتهم طبقا للقانون المصري. انا شفت، ما شفتش، انا ماتش الكوره خلاص عدى. المشاهد التي تعرض الان على الشاشه هذه المشاهد بعد ماتش الكوره. في جريمه متصوره بالصوت وبالصوره يشارك فيها لاعبي احد الانديه على حكم، لا ليا دعوه ده جنسيته ايه ولا ده جنسيته ايه. يعني لو هذا الحكم اردني واللي بيعتادوا عليه مصريين كنت هقول نفس الكلام. مفهوم. انا بتكلم في فكره دوله بتحترم نفسها باحترامها لقانونها. الدوله اللي تحترم قانونها لا تسمح بان هذه المهزله تحصل على ارضها دون محاسبه. ايوه. احنا اللي شايفينه دلوقتي، انا مش شايف جنسيات، انا شايف بني ادم بيعتدى عليه وبتهدر كرامته امام الملايين، وشايف لعيبه كوره لابسين بلبس الرياضه بتاعهم، وشايف اداريين منهم كويس بيعتدوا على مواطن عربي. ماليش دعوه بجنسيه. بغض النظر على ارضها، بغض النظر ان مصر مستضيفه البطوله على ارضها، يعني انت دلوقتي مش ليا دعوه بالبطوله، انا بتكلم دلوقتي البطوله كانت خلصت لو سمحت لي يا معتز. البطوله خلصت بصفاره الحكم على ال 120 دقيقه، البطوله خلصت. ثم بدات جريمه كامله الاركان معلنه متصوره بالصوت وبالصوره على الدولة اللي حصلت على أرضها هذه الجريمة، إن اللي عملوا كده يتحاسبوا. بس. أيوه. هذا هو القول بالنسبة لي. هو ده تعليقي الوحيد. فأنت احترام كده إحنا بنهدر الرياضة وبنهدر القانون وبنهدر محبة الشعوب لبعضها. تأكد مرة واثنين وألف. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لو اللعيبه اللي بيضربوا لعيبه مصريين، ولو الحكم اللي بيتضرب حكم اردني كنت هقول نفس الكلام. ايوه. وانا متاكد من ده، انا متاكد من ده. بس حضرتك بتبعت رساله للحكومه يعني معترض على قرار الافراج عن 39 من المشجعين. انا بص، انا حكايه الدبلوماسيه التي تقضي على القانون، الدبلوماسيه التي تقضي على القانون، احنا كده تبقى احنا ما بنقول لاولادنا، اشمعنى اولادنا الالتراس لما بنحاكمهم؟ احنا بنقول لهم ما تحترموش بقى، ما تحترموش حد بقى. ايوه. ما اللي يتضرب يتضرب بقى، واللي يتهان يتهان، وكده في الملاعب بقى. ما احنا كده بنوصل رساله خاطئه. انت مش عايز ازدواجية، عايز سيادة القانون في كل الاحوال. سيادة القانون تحترم على ارض الاردن، وتحترم على ارض الجزائر، وتحترم على ارض السعودية، وتحترم على ارض مصر، وتحترم في كل مكان عربي.
ايوه العالم كله بيحترم القانون ويتقدم عشان بيحترم القانون. احنا مش بنطالب بحاجه غلط. طيب الناس بالصوت وبالصوره وارقام فانيلاتهم موجوده. اللعيبه اللي بيقفل وجاي من ورا وبيقفل وبيضرب في بني ادم. صح. له اسره وله اولاد. منظر غير ادمي. منظر غير ادمي. طب معلش يعني مش كل مره بعرف اتحاور معاك كده وانت في الحاله دي، فخليني برضو اسالك استاذ جمال بخيت، لو اتحط في كفتي ميزان مساله العلاقات مع دوله شقيقه ومساله انك تطبق القانون بتاع دولتك على لا 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 اسالك سؤال ثاني. طب اسالك سؤال ثاني لو سمحت. وتصعيد ومعرفش ايه واحتجاج. اتفضل. انا لا اتحدث في تصعيد لو سمحت لي يا معتز. اتفضل. انا لا اتحدث في تصعيد. انا بقول علاقات مصر وعلاقات الشعب المصري بالشعوب العربيه فوق راس اهلي. ايوه. فوق راس اهلي ومقدمه على اي شيء في الدنيا. كويس. احترام القانون. انا مش شايف ان القضيتين هي دي هي. انا مش شايفها كده خالص. اه. انا شايف ان مجرم مصري راح موريتانيا ارتكب جريمه. ما خدهاش مساله كرامه وطنيه لما يتحال لما يتحاكم طبقا لقانون موريتانيا. ايه المشكله؟ ايوه. واحد مصري ارتكب جريمه في ارض غير مصر لما يتحاكم اخطر الشعب ده ولا اخطر البلد دي؟ انا مش شايف القضيه كده خالص. العلاقات بين الشعوب لا تمنع ولا وعمرها ما حصلت في الدول المتقدمه المجرم الالماني لو ارتكب جريمه في امريكا بيتحاكم في امريكا. بس انت فاهم طبيعه الشعوب العربيه والحكومات العربيه. خلاص خلينا بقى في طبيعه الشعوب. اذا كانت هذه هي طبيعه الشعوب، اذا كان المشهد اللي احنا شايفينه ده هو طبيعه الشعوب العربيه خلاص خلينا كده. اذا كان هو ده ما لا 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 اوعى تفهمني غلط. انا مشتاق، انا مشتاق زيك، انا مشتاق جدا جدا زيك، بس بحاول اجد يعني طريقه افهم بيها المشهد من ابعاده المختلفه. انا مش فاهم المشهد. انا اللي شايفه دلوقتي المشهد ده لا يجب ان يرد. اي بني ادم بيحترم نفسه وبيحترم انسانيته سواء كان هذا الانسان مسؤول مصري او سعودي او ليبي او اردني او من اي جنسيه عربيه، الانسان اللي يقبل هذا على مواطن عربي زيه. خلي بالك يا استاذ جمال بخيت، كل ده وهي بطوله وديه مش بطوله رسميه. ده كلام عجيب جدا. دي بطوله وديه مش رسميه، امال لو بطوله رسميه كانوا عملنا ايه؟ مثلا وبعدين لا وديه ولا رسميه لا يجب هذا المشهد. كان لا يجب ان يكون هذه المشاهد ان تمحى. مش دي المشاهد اللي يتربى عليها اجيال وفي الاخر يقول لهم الناس دي روحت. دي مشاهد هيشوفها اجيال ملايين في الوطن العربي. الشباب في الاردن نفسه، اطفال في الاردن شافوا هذه المشاهد، هيكونوا يحترموا القانون ازاي؟ مش بتكلم على مصر لوحدها، بتكلم على الشعب العربي كله. انا اسف للمقاطعه، انا اسف للمقاطعه، بس اللي يوجع القلب اكتر ان البطوله دي كان الهدف من تنظيمها ايه؟ لم الشمل ما بين الدول العربيه وبعضيها من خلال الرياضه. بالظبط كده. فهل ده لم الشمل؟ ولا يتحمل الشعب الاردني جريمه الافراد اللي انا بطالب بمحاكمتهم. الشعب الاردني لا يتحمل طبعا هذا الوزن. الشعب الاردني انا رحت الاردن مره اثنين وثلاثه وشعب كريم طبعا واشقائنا وحبايبنا طبعا. انا لا اتحدث لا عن الاردن ولا عن مصر، انا بتحدث عن مواطن عربي ومواطن عربي ارتكب مواطن عربي ارتكبت في حقه جريمه. انا اتمنى ان حد من الحكومه يطلع يرد عليك. نفسي. يا ريت. عشان اتمنى والله. علشان انت راجل مواطن مصري بتطرح سؤال اعتقد انها علامه استفهام يعني. خليني اقول مواطن عربي. مواطن عربي. بتطرح سؤال اين القانون في هذه المشاهد اللي احنا شفناها؟ فالمفروض بقى الحكومه تطلع ترد يا جمال صح؟ ارجوه. نرجو هذا. انت فين يا حكومه؟ احنا نسينا نقول الكلمه دي. انت فين يا حكومه صحيح؟ استاذ جمال بخيت ده راجل يعني
يعني عايز اقول مثقف تقيل وشاعر كبير وكاتب وصحفي ومعني بهموم الوطن من عشرات السنين. فيعني عنده سؤال مشروع، انتوا هتمشوا الموضوع ازاي؟ دولة قانون ولا مجاملات حفظا للعلاقات او لماء الوجه؟ بانهي معيار بتتعامل مع هذه الازمه؟ ايه رايكم لو نتوقف عند فاصل كده، لان الموضوع خد يعني مننا يعني بصراحه تفاصيل كتير ووقت كتير. وبشكر الاستاذ طبعا الشاعر الكبير الاستاذ جمال بخيت على المشاركه.